من الاجتماع اللي ترأسه السيد رئيس الحكومة اللي تعقد بمناسبة يعني التقييم المرحلي ديال البرنامج ديال تقريص الفوارق المجالية، واللي الصحة كتشهد فيه واحد الشق جد مهم، واللي الأثر ديال الوقع ديالو على السكنة ديال المجال القروي كان جد إيجابي ب 98%، أنه كانت استجابة جد إيجابية. فهادو برامج اللي كتحفز في الحقيقة، ولأنه جد مشجعة وعرفت واحد التطور وعاونتنا حتى في الوقت ديال الجائحة، سواء في التدبير ديال الجائحة ولا حتى في الحملة الوطنية ديال التلقيح، لأن يعني اللقاح وصل حتى لأبعد الأماكن في المجال القروي بفضل بعض هذه المؤسسات هذه اللي لقيناها، لأن هذا المجال هذه المشاريع اللي كتعرف الصحة كانت كتشمل البنايات ديال المراكز الصحية والتجهيزات ديالها وسيارات الإسعاف والتجهيزات البيوطبية. فبالتالي يعني المواطن حظى بواحد الإيجابية لما لقى خدمات قريبة، وربما أن في السنوات المقبلة إن شاء الله غادي تولي واحد الملائمة جد مهمة، لأنه كنعرف واحد الندرة ديال الموارد البشرية. فبالتالي هذه المشاريع بحال هذه غادي تحاول تكون واحد الملائمة باش نحاولوا نتفاداو نقلصوا هذه الحاجيات ديال الموارد البشرية، نظرا مثلا للطب عن بعد وبعض الخدمات أخرى، والصبي بالإنترنت اللي غادي يوصل حتى الأماكن البعيدة إن شاء الله، اللي غادي يقدم خدمات جليلة في مدينة الصحة. شكرا.